للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من جنين الدكتور نزار نزال خبير الشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بك دكتور نزار. إذا دعنا بداية نتحدث عما يجري في الداخل الإسرائيلي بعد إقالة جالنت وكل هذه الاحتجاجات. هناك مطالبات بفتح تحقيق، هناك مطالبات بإعادة المحتجزين وإن كانت يعني ليست جديدة، لكن هل يكترث نتنياهو لما يجري من احتجاجات وكل هذا الحراك في الداخل الإسرائيلي؟ صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. أنا لا أعتقد نهائيا أن نتنياهو بوارد هذه الحركات أو الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي بعد إقالة جالنت. إقالة جالنت كانت متوقعة منذ شهور طويلة، حتى أن نتنياهو الجميع يعلم أنه أقاله في تلك الفترة التي كانت الاحتجاجات كبيرة في الشارع الإسرائيلي على التعديلات القضائية والإصلاحات القضائية في العام 2023. ولكن بعد أن بدأت الحرب وحصل ما حصل في 7 أكتوبر، كان جالنت لديه رؤية مختلفة تماما لم تتناغم مطلقا مع توجهات نتنياهو، وتفاصيل لها علاقة بإبرام صفقة، لها علاقة بموضوع تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ما حصل وتفاصيل ما حصل في 7 أكتوبر، إخفاقات على المستوى الأمني والمستوى العسكري، والملف الأخير طبعا الذي قسم ظهر البعير وهو موضوع الحريديم عندما قام بالتوقيع على قرار له علاقة باستدعاء 7000 من المقاتلين الإسرائيليين أو الأشخاص وهم من الحريديم. هؤلاء هم 17% من المجتمع الإسرائيلي، وهؤلاء معفيين من الخدمة العسكرية والتجنيد، خاصة أن من يتكئ عليه نتنياهو هم الحريديم والأحزاب الدينية. وبالتالي جالنت عندما لم يكن هناك أي توافق ما بين نتنياهو وما بين جالنت، اضطر نتنياهو لإقالة جالنت في ظروف حساسة جدا لها علاقة بتوقيت انتخابي أمريكي، خوفا من يعني لوم نتنياهو أو تدخل الإدارة الأمريكية في تلك الفترة. وبالتالي أنا أعتقد أن جالنت هو الشخص الوحيد الذي يتبنى العلمانية، يعني هو يؤمن تماما بالعلمانية وبإسرائيل القديمة التي يعرفها الجميع. اليوم أنت تلاحظين أن الشارع تغير المزاج العام للشارع في الشارع الإسرائيلي. جالنت هو العلماني الوحيد، تم طبعا إقالته، واليوم إسرائيل كاتس، يعني إسرائيل كاتس هو من المتشددين جدا، وهو من الصهيونية القومية. أيضا جدعون سعر الجميع يعلم أيضا رؤيته فيما يتعلق بملفات المنطقة، وهو أيضا من الصهيونية القومية. وبالتالي أنا أعتقد اليوم الحكومة الإسرائيلية أصبحت حكومة يمين متطرف بامتياز، لها علاقة بمشروع صهيوني كبير في منطقة الشرق الأوسط. هذا يعطي رسالة ويعطي مؤشر على أن هذه الحكومة مستمرة في الحرب، ولا يوجد نهائيا أي رؤية سياسية على الإطلاق لها علاقة بإعادة الهدوء إلى ما كانت وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر. وتفاصيل تعاطي الحكومة الإسرائيلية بملف الأسرى، أيضا لجان تحقيق، أيضا موضوع الحريديم. أعتقد أن نتنياهو استطاع أن يتخلص من كل خصومه حاليا داخل الحكومة، واستطاع أن يذيب اليسار والوسط. أيضا هناك فتفتة أو فتة أو ضعضعة، أو لم يعد هناك معارضة في الشارع الإسرائيلي تستطيع أن تسأل نتنياهو أو أن يكون لديها يعني برنامج تضعه على الطاولة من أجل أن يكون بديل أمام الشارع الإسرائيلي. الشارع الإسرائيلي اليوم لاحظنا الاستطلاعات التي تحدثت حضرتك عنها هي حقيقية تماما. أنا أتفق تماما مع الشارع الإسرائيلي أو مع رؤية المجتمع الإسرائيلي أو مع هذا الاستطلاع الذي يتحدث عن هذه النسب. وبالتالي أنا أعتقد أن إسرائيل ذاهبة بعد هذه التعديلات الحكومية في ظل طبعا اليوم الجمهوريين بعد 20 يناير القادم، بالتأكيد هناك مواضيع كثيرة وهناك تغييرات كبيرة وجوهرية في طبيعة التعاطي مع ملفات المنطقة. نعم، طب يعني فيما يتعلق بهذا الأمر تحديدا، هل ترى بأنه بنيامين نتنياهو سوف تختلف تكتيكاته في التعامل مع القضايا والملفات التي كانت مفتوحة بعد فوز دونالد ترامب، أم أن يعني الأمر بالنسبة له سيان؟ وإن كنا نتحدث عن استراتيجيات وأهداف وضعها مسبقا، لكن هل تختلف التكتيكات وفقا لمن فاز بالانتخابات الأمريكية؟ لا أعتقد أن يختلف نتنياهو تكتيكيا في طبيعة التعامل مع الملفات، سواء كانت في الضفة أو كانت في غزة أو كانت في الجنوب اللبناني أو طبيعة المرحلة أو طبيعة ما يجري في منطقة الشرق الأوسط. ولكن سيكون هناك دعم أمريكي لا متناهي، خاصة أن ترامب لا يؤمن إطلاقا بحل الدولتين، ويعتبر كل التجمعات السكانية بين طبعا المستوطنات في الضفة
الغربية هي تجمعات سكانية إسرائيلية شرعية، وهي من ضمن طبعا هذا يعطي دلالة أيضا فيما يتعلق بموضوع الضفة الغربية، يعني الإسرائيليين تركيزهم اليوم على الضفة الغربية بتقديري أن ترامب سيدعم كثيرا الإسرائيليين فيما يتعلق بابتلاء الضفة الغربية وابتلاء قطاع غزة من خلال طبعا خطة الجنرالات التي تحدث عنها الكثير، وأيضا من خلال خطة الحسم في الضفة الغربية. هناك سيطرة إسرائيلية واعتراف أمريكي على هذه المناطق، وهي مساحة الضفة الغربية طبعا تبلغ حوالي 5800 كيلومتر مربع. أيضا هناك أعتقد أن الوضع السلطة الوطنية الفلسطينية وهي العنوان السياسي للشعب الفلسطيني ستكون على المحك. أعتقد أن هناك ضغوط وهناك قيود وهناك تفاصيل لها علاقة بتغيير شكل السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية. نتنياهو لديه تكتيكات ولديه استراتيجيات، هو ذاهب باتجاه تطبيق كلتا يعني المجالين أو كلتا الحالتين. أيضا لم يعد هناك أي ضغوط على نتنياهو من خلال الديمقراطيين، صحيح أن الديمقراطيين كان يعني داعمين بشكل كبير، ولكن كان هناك بعض التكتيكات التي يعني اختلف الجانبين من خلال طبعا هندسة العمليات العسكرية تفاصيلها علاقة بالمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. ولكن الجمهوريين بتقديري سيكونوا داعمين بشكل كبير لنتنياهو. واضح تماما أن نتنياهو قد أجرى اتصال مع ترامب، وكان الموضوع هو الإيرانيين. أنا أعتقد الإيرانيين سيكونوا على جدول أعمال الإسرائيليين فيما يتعلق بالمباحثات مع الأمريكان، لأن موضوع الضفة الغربية وقطاع غزة والقضية الفلسطينية أمر محسوم بالنسبة لترامب. يعني عندما كان ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية لاحظنا رؤيته السياسية فيما يتعلق بموضوع صفقة القرن وتفاصيل لها علاقة بضم الأراضي في الضفة الغربية للإسرائيليين. أيضا موضوع قطاع غزة وما حصل بعد 7 أكتوبر له دلالة كبيرة على أن الإسرائيليين ذاهبين إلى إخضاع السكان في قطاع غزة للاحتلال العسكري المباشر، أيضا من أجل إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة. تحدث كوشنر عن موضوع عقارات واستثمارات ممكن أن تكون في قطاع غزة. موضوع القضية الفلسطينية بشكل عام لا تهم الجمهوريين بالمطلق، أعتقد نظرتهم باتجاه التطبيع وقطار التطبيع مع بعض الدول العربية المتبقية. أود أن أشكرك جزيلا على هذه التحليلات، كنت معنا من جنين دكتور نزار نزال خبير الشؤون الإسرائيلية.